افضل الصلاه وتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك يا ارحم الراحمين نمضي واياكم في سلسله رساله عنوان المحاضره اليوم التبرج عند الذكور الاصل انه النساء ان تتبرج، الله يرزقنا واياكم العفاف ولبناتنا وبناتكم وبنات المسلمين. ولكن الان صار هناك تبرج عند الذكور. تقصدت ان اذكر الذكور ولا اقول الرجال. لان الذكر لو كان رجلا لما تبرج. والرجوله هي شيمة من شيم الانسان المؤمن. من المؤمنين رجال لما امر الله عز وجل بحفظ الفروج بقوله قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم امر بحفظ الفروج امر مع حفظ الفروج عدم انكشافها اذا كان العوره تنكشف فما معنى أن يطبق الإنسان هذه الآية من كتاب الله عز وجل، نحن في زمن تنكشف فيه العورات. عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، شو الضابط؟ أعطينا قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. ملك اليمين راح. قال: قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض شباب على بعضهم. يعني رايحين يسبحوا أهلية بمحلية قاعدين شباب شباب على بعضنا قال إن استطعت ألا يراها أحد فلا يراها قلت يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا قال الله أحق أن يستحيا منه من الناس حتى لو كان الإنسان لوحده هل الآن الحضارة والعصرنة كل مالها في التكشف ابدا اللباس شوفوا الان اي لباس انا حاجي لجزئياته البنطال انا اتذكر كان البنطال نلبسه يصل معنا ل ل ل ل ل لفوق الركبه انه شيء واسع الان البنطال هو عباره عن شيء لتحت الخصر يعني احسن واحد حالا من الذين يلبسونه هو الذي يبان لباسه الداخلي هذا اذا لابس اذا كانت الشغل متهتكه ظهرت عورته واذا كان يصلي فسدت فسدت صلاته حبلش اول شيء بالبناطلين اللي هن هذه الظاهره اللي هي بدون بدون كمر بدون خصر اول شيء نداء للاباء وللامهات هذه البضاعه وهذه الالبسه لا تشترونها لانها تفسد اولادكم وعلى مراحل النداء الثاني نداء للتجار لا تجيبوها حتى صرنا نحن بزمان ندور عشرين ثلاثين محل للإنسان يلاقي بنطال يلبسه أو يلبس أحدا من أولاده اتقوا الله اللباس زينة لبني آدم إذا كان اللباس عم يكشف ما امر الله به ان يستر وين صفه الزينه هذا كله للاغراء وللاغواء والحقيقه انه شيء مقرف وانا عندما اقول حقيقه اليوم الدرس موجه للذكور ولكن هذا ينطبق ايضا على الاناث اللباس اللي بدون كمر او بدون خصر هذا يكشف العوره وهذا انت معناتها أن نحن عم نعلم اولادنا انه معلش يعني لو انكشف جزء منك يعني ما فيها شيء شوي شوي شوفوا شلون عم يصير الترتيب اخوانا الكرام هلا الان ظاهره جديده هي السراويل السراويل يعني البناطلين باللغة العربية اسمه سروال هي اللباس الممزقة الأغلى لباس هو اللباس الممزق يعني اللي تلاقيه يا من اليمين يا من الشمال هيك في أماكن متفرقة ممزق أو شبه خيوط فيه الآن كله ممزق شيء عجيب شيء عجيب لم يمر على تاريخ الانسانيه ان الغني يلبس لباس الفقير هذا شيء عجيب شيء عجيب لكن ان تظهر فيه العورات وكل ما كان الضرب اكبر كل ما كان الانسان يتباهى صدقوني عم نشوف انا هون الان في الشام ليس بمكان آخر وناس يعني بدك تجيب إنسان عاقل بس يترجم لنا هالظاهرة يعني كل شيء له يعني أنت بتلبس ناعم لك هذا مثلا لك هذا مثلا خيط مثلا مدري إيش إيه خلاص غالي هذا شيء مقرف ومقزز ويدل على عدم الحضارة وعدم الذوق شيء منافي لفطرة الإنسان ومين اللي استزوأه؟ الأم. هذه بدايتها كانت إخواننا الكرام من شيء أربع خمس سنوات أن يأتوا بالبنطال بنطال الجينز كان بسموه كاحد. أنا أنظر لماذا هذا وكأنه يعني آه يعني عفى عليه الزمن. ولو أكل الزمن عليه وشرب. شغله يعني طلع هذا موديل يجيبوا القماش وهن ايش؟ يعني يساووه بهالطريقه تطور الامر صار هيك شيء من الخيوط تطور الامر ضرب بالقرنه الفلانيه علموا على كلامي هلا انتم عم تشوفوا الضرب من قدام بكره حتشوفوا الضرب من قفا وبخلفيه الرجل وتشوفوا شيء يعني يدعو الى الاشمئزاز والسخريه شيء لا يرضاه لا عقل ولا ذوق قبل ان ناتي الى الدين هذا من وين اجى؟ الاب هو عم يعني يجيب لاولاده، والام عم يعني تجيب لبناتها، تقي الله تقي الله من التربيه أن تختار لأولادك ما يسترهم كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا ما عمل لا يا أستاذ بدك دور صدقوني يا أخوان الكرام سبحان الله اللباس الفضفاض هو شيء يريح الجسد ويريح قلب الإنسان هلا الان يا بيجيبوا له هيك هلا بتحكي عن اللباس الضيق اللباس الضيق هذا لحاله انا ما عن تبرج الذكور هلا بالاضافه لهذا البنطال الممزق شر التمزيق بتلاقيه ضيق اول شيء يحجمه يحجم عورته هذا بيصير معك انت بكره يعني امراض في المستقبل هذا خصتيك وعورتك هذا كله يؤثر على حياته الزوجيه المستقبليه ما حدا بده يرضي غروره ويرضي شهوته ولا من رقيب ولا من حسيب ولا من مربي ولا من موجه ذلك قبل كل شيء صدقوني كنا ندرس في المدارس، مدارس الشرعية ما يسمح لنا أن نلبس بنطال الجينز ترى عرفانين عرفانين هذا كله هالآليبات كله قالب ايش؟ قالب جهنمانية هلا شوفوا عملوا دراسة تسعين بالمئة من القاعدين جينز قد يأتي إنسان يقول إنه الجينز يعني والله كل ابائنا واللي واللي قبل منا عاشوا كانوا يلبسوا الشروال وعايشين عايشين مروقين لبس جينز البيس ما شئت ولكن ضمن الضوابط ضابط شو الضابط؟ ضابط ان لا يكون ضيقا وان يكون ممزقا وان لا يكون رقيقا لأن الشباب ينزل بيروح ببلبل حاله بنص الشتاء ببلبل حاله بايش؟ مشان يلزق الجينز على على جسمه شيء يعني يندى له يندى له الجبين روى احمد بن حنبل عن ابي امامه رضي الله عنه قلنا يا رسول الله ان اهل الكتاب يتسرولون ولا ياتزرون فقال تسرولوا واتزروا وخالفوا أهل الكتاب السروال معروف السروال فوق السروال هناك إزار هذا لباس العرب رداء يضعه على منكبيه وإزار يأتزر به الإزار يعني مثل لباس الإحرام القسم السفلي اخواننا اهل اليمن دائما يعني بحياتهم اغلبهم بيلبسوا هذا الازار اهل الكتاب يتسرولون ولا ياتزرون يعني بيلبس شورت قال تسرولوا واتذروا. لو كان السروال من السره للركبه اه البيس فوق منه ما يسترك أدعى للخشية أدعى للأدب أدعى للأخلاق أنت الآن ما في في, شغل في شغلات نحن عم نشوفها وعم نتابعها أنه شب بتلاقي عمره 30 و35 وهذا إنسان لابس لك بنتاكور يا ريت بنتاكور كمان لفوق الركبه ولو كمان ايش جيبه من ورا وحاطه الموبايل اخوان الكرام الحياه مراحل هلا بنتاكور السنه الجاي شورت بعد ثلاث سنين بتلاقيه ماشي بالمايو وما في شيء يعني ما ما منعه مانع وما حجزه وما حجزه حاجز أنا بقول لهم بتمنى أن يسمح في الأعمال وفي الاختصاصات إنه الإنسان يضل لابس جلابية إنه طبيعة الحياة ما في يعني أروع منه إنه الإنسان يكون فضفاض انت مستقل انه الانسان لما تلبس البنطال هذا وتقعد تحط لك ال شو بسموه؟ القشاط قاعد وهذا عم يشد يعني مثل اللي خانق الثاني سبحان الله لكن هذا كله فرنجي انا مالكم هلا طبيعه الحياه تفرض انه على الانسان انه ما يستطيع لكن خليك فضفاض مع ذلك خليك فضفاض خليك فضفاض شيل اللي دور على الشيء اللي بيريحك الناس بتدور على الشيء اللي بيسعد الناس في اللباس على مثال صغير على كثير من الناس بتلاقي لابس ليش لابس هذا؟ بيقول والله هذا لابس على الطقم الحذاء كثير من اخواننا الكرام اللي بعرفهم يعني على درجة من المودة بيني وبينهم أنا تلاقي عنده مشكلة بأقدامه ليش هيك مساوي حالها؟ بده يرضي غرور الناس هلا لذلك الإنسان لما بيكبر ما عاد يدور على الناس يدور على ايش؟ ليش أنت هالنتيجة هي توصلها الآن فتش عما يريحك في الآن أنا يعني ولدت في زمان و... إلى زمن ليس ببعيد شيء اسمه تفصيل كانت القماشة حق 100 ورقة وتفصيلها 75 خير إن شاء الله هذا هو البنطال المريح واللي هي علموا أولادكم هلا تفصيل ما في قال له بس بدك تلبس من هذا هذا ما في بده مثل رفقاته قل له بابا هذا ما ما بيصير علم ابنك الان جيب انت احد اولادك وشوفه لما عم يصلي ارجيني اللباس الان هلا خلينا نجيب اولادنا نموذج هل انكشفت عورته؟ اذا انكشفت عورته معناته لباسه فيه مشكله، معناته صلاته فيها مشكله كمان بناتنا نسال الله عز وجل ان يديم علينا نعمه ال الستر على ال ال الفتيات نعمه ال 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 هذا الجلباب وين يا اخوان الكرام وين صاروا الناس تغيرت الدنيا هلا ظاهره من ال ال الظواهر اللي عم نشوفها وحتى الان في دورات القران انا عم نشوفها. هلا نحن بنعرف امي اسكم وأميص ايش؟ نصكم وحتى النصكم يعني كنا نستهجنه اخي البيس كم الان اميص بلكم؟ شايفينه؟ اللي ما شايفه انا بحكي له عليه الان هيك لك وقتي وهذا لباس لباس ليش عادي اخ وجهته ثاني يوم اجى لابس يعني فكر انه انا يعني متضايق بشان اللون إجا لابس لي, لي غير لون بنفس الهيئه طب هذا اذا كان شاب عمره 11 سنه او تسع سنين وربما كان يعني امرد اعطاه الله عز وجل من الجمال ومن اي بيجي انسان لا خير فيه لماذا تظهر مفاتنه الانسان من 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 سن سنه لسن ال 12 سنه يتساوى الذكر والانثى في الجمال ابدا مو كل انسان الله عز وجل اعطاه الجمال في ناس الله عز وجل ما حبا بالجمال يجي يرى يصير فتنه وانت كمان عامله هيك وملبسه احمر وملبسه اصفر وملبسه اخضر ونلبسه مزرخه فدخل الشيطان وسمعت نتائج غير غير هيك ما نعود اولادنا غير هذا الموضوع هذا اللي كاشف هيك وفي الطريق طيب هذا بالبيت شو بده يلبس يلي ملبسه بنطلون او بنتاكور في الشارع لما بده يشلح بالبيت يعني بده يتفرع هيك حاسس حاله مشوب شو بيساوي؟ يفعل أكثر من ذلك بيقول لك أنا بدي نام بدون ثياب ليش؟ لأنه هذا هذا الشيء الطبيعي الله يرحم الـ 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 الملاية الله يرحم السروال أيضا عندما يتساهل الناس في بعض المواقف هلا بيجي بده يلعب كرة باسم الكرة وباسم الرياضة وباسم التمارين الرياضية بيقوم بروح لبسه ايش؟ يقول هي المشكلة يا اخواننا الكرام انه امم الارض تحارب الاسلام هلا بصير لك بجامة الرياضة اربع قطع شو هي؟ مايو وسروال الرياضة بنطلون ما عاد جابوا له هذا انتهى انتهى عهده حتى احد اخواننا الكرام هون مو مو بالصين هون ايش بده ينزل احد المسابح قال له لابس هذا الشرعي اطلع اطلع ممنوع شو ممنوع قال له انا سبحت في كل مسابح الدنيا ما حدا قال لي ممنوع غير انت قال له هون نحن عنا ممنوع شو الداعي انه هذا في قماش والقماش بيأثر ايش؟ صار القماش بيأثر على على المي لعد القيم إلها قلت له مو الحق عليه هون الحق عليك اللي فت على هيك مسبح باسم المسبح باسم الرياضة يأتي التنازل ويلبس بروح بقى هو لوين هذا كان لابس شورت لما سباح لما بده يروح يغير ويتدوج هو ورفقاته نحن ما لنا قاعدين لانه ببرج العرب كل واحد يعطوه حمام لحاله فوتوا بقى ينزع هذا وينزع هذا ويرى هذا سوءة هذا وتبدأ الموبقات وتبدأ هناك فلسفة اسمها فلسفة إبليس حفظوها عني هي لك شو فيها شو فيها شباب على بعضنا هل تيجي تعمل لي حرام وحلال شو فيها زلمة مثلي 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 مثله فلسفة إبليس هي في المسبح في الكرة رايحين رحلة النبي عليه الصلاة والسلام قال لأحد الصحابة وقد كشف فخذه قال غطي فخذك فان الفخذ عوره انتهى غط فخذك فان الفخذ عوره لا في كره بلاها الكره بلاها اذا الله عز وجل هذا تجاوز سباحة ما بنعرف غير السروال نحن الله وكيلكم ربينا علي ما نقصنا فيه يعني هلا إذا واحد لبس مايو بيزداد يعني جمال بيزداد نضارة شو الإنسان بلا بلا ستر بيصير مثل ايش؟ أنت شايف هلا هيك أما نزع عنه هذه القطعة الأخيرة الأخيرة شوف بصير مثله مثل إيه مثل مخلوقات الله الأخرى اللباس والستر وكل ما ازددنا لباسا ازددنا سترا أو سترا شوفوا يا شباب لا يغرك الموضة انا في عندي قاعده انه الموضه لازم انت انت تسنها الشيء اللي بتلبسه انت هو يكون مثال يحتذى به لاقرانك يعني انت لما بتلبس الجلابيه بيصير ايش الجلابيه هي الموضه لما بتلبس الطائية بتصير الطائية هي الموضه للاسف الاراذل القوم لما عم يلبسوا الشيء هل هي ربطة الشعر للشباب وتطويله من وين اجتنا؟ هؤلاء الذين كانوا يجلسون في أمريكا في ممرات المياه المالحة بالأقبية أقبية في الأرض طولوا شعرهم ويربطوا صار صار موديل انا صدقا طلعت من اربع خمس سنوات انه كانوا يلبسوا البناطلين والمو معقول نحن شعبنا العربي يعني شعب متفهم شعب حضاري معقول يصير الانسان يعني يلبس مثل اللبس هذا اجوا ربطوا شعورهم بعدين ربطوا عقولهم واغلقوها بعدين ايش؟ صار يلبس البنطال هذا معقول 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 في انسان عاقل هلا بتشوف احد طلابي اللي يعني للاسف يعني تربى في هذا المسجد ف يعني صادقني على الفيسبوك سبحان الله عم لي كل عام وانتم بخير عم عم صفحته لو انت كل عام وانتم بخير ما شفته الا قاعد هيك هو وزميله لابس بنطلون مضرب من هون شيء 17 ضربه يقلد الفقراء بس يا ريته يقلد الفقراء هذا عم يدفع حقه آلاف يا ريت تبرع فيه للفقراء والله لو عم تقلد الفقراء ورقعتهم كما رقع عمر ثوبه لأجرت لكن هذا إن دل فيدل على مسخ العقول ممسوخه ما في شيء يا ليت نلبس مثل ما يلبس الحاج والمعتمر لباس الإحرام الأبيض الذي يدل على الطهاره والنقاء صار كله يدل على ايش؟ على الغلظه والشده والإنحلال فتش في ثوبك على ما يريحك، قاعدة. هلا حتى عند النوم فلينتبه الاباء. أنا بشوف انه الإنسان اللي ما له مرتاح في بيته وعند المنام هلا على فكرة في شركات أجنبية هلا يمكن ما ترونه عند الغرب في بعض المواطن عندهم شركات عالمية متخصصة لصناعة ثياب النوم المريحة هلا نحن الواحد منا بيروح بيشتري بيجامة رياضة بينام فيها هي البيجامة اللي كلها ايش سحاب من هون وسحاب من هون وسحاب من هون شلون ما التفت يمين ويسرى بيعلق ايش ثوب النوم له له اصول وله له شركات وله معامل في العالم قال القصد من الاباء انتبه شو عم ينام هذا؟ تعرف انه بعض اولادك عم عم ينزع لباسه وعم ينام باللباس الداخلي؟ تعرف انه بعض الاولاد عم ينام بثوبه هذا البنطال الجينز هذا كله بيجعل منه انسان يعني يعيش في شده هذا اسمه المضغوط، هذا هو المضغوط جيب انينه واضغطها 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 شو بصير في اخر شيء؟ لا نعرف ننام، لا نعرف ناكل، لا نعرف نش... نمشي، لا نعرف نشرب، لا نعرف ما... ماذا نفعل؟ ماذا حل بهذه الامه؟ والله إيه؟ ما ادري انا ابكي عليها؟ انا احزن عليها؟ أنسخر منها. شفتوا في رمضان وسائل التواصل البناطلين المعلقة. معلقة يمين وشمال كل كل بنطال حقه 15000 و20000 و25000 على مسؤوليتك ب 60000؟ ايه؟ عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في سراويل وليس عليه رداء تلبس السروال تلبس عليه الرداء مو عيب ألا يجي الواحد على الجامع شب إيه كم؟ بيجي بركع شو ببين؟ يا ريت ببين ظهره هذه مصيبة ايها الاخوة الكرام مصيبة مصيبة واي مصيبة مصيبة واي مصيبة د يكون عندك قاعدة في حياتك ايها الأخ الكريم في لباسك او في لباس اولادك انه الدين فوق كل شيء مو كل ما تطلع ظاهرة نريد أن نقلدها لكن تصوروا أنه بالصيف والحر صاروا هن يحطوا الطائية الشمسية بالمقلوب صاروا الناس يحطوا الطائية بالمقلوب شو مستفيد منها هيك صاروا يلبسوا البنطال المضرب من عشرين أرنى نجي سألوا ليش ما بيقول لك ما بيقول إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون صار يجيب الكنزة الكنزة كان الواحد يلبسها وين بيحطها بيلبسها على خصره ولا لا إله إلا الله كان الواحد يلبس الكزلوك الشمسي إذا عنده مشكلة مشان إيش مشان المشكلة صار يحط الكزلوك وين على شعراته خلاص مو هيك سوا فلان خلاص هلا اذا حط فلان الحلقه بانفه بده يحطوا الناس الحلقه بانفهم واذا حط هو فلان الحلقه باذنه ولو كان ذكر بده يحطوا الحلقه باذنه هذا اسمه تبرج ننتبه القاعدة العامة تكون قرأوا أدب اللباس في الإسلام اخواننا الكرام ماذا كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم من اللباس كيف كان اللباس قسمين سروال وفوقه إزار ما يأتزر به هون رداء أريح هلا ما في امكانيه بدك تنتبه الحد الادنى بدك تحققه في لباسك تلاقي اخ اكابر من الكرام لك لابس لباس بنطال جينز ضيق صلاه الترويح لك باله حسنان ينزل لك اذا نزل بتلاقي يعني صار معه ايش وعم ينزل الشمال قبل اليمين واليمين قبل الشمال ما ما, ما بيحسن يسجد وهذا اللباس اللي ليس له خصر وليس له اساس شيء اخوان الكرام القاعده ان تلبس ضمن الشرع اثنين ان تلبس ما يريحك فتش عن راحتك انا نصيحه منصحة. أنت ممكن تاكل أكل ماله طيب؟ لا، لا تلبس لباس ماله طيب، وأنا أرى أنه الآن 80% من اللباس لا يناسبنا، هلا في فقرة، ما هذه الظاهرة أننا نأتي بلباس وعليه رسوم كثير من الأخوان الكرام ما هيك قصد لا ينتبه لكن يجب أن تنتبه. تنتبه شركات يهودية شركات معروفة بعدائها للإسلام إيمك من هذه وتلك هذه يعني مسلم أن الإنسان ما يلبسها بده يعرف ويجب أن ينبه بعضنا بعضا لهذا هل انت فاتح وكاله اعتماد لهؤلاء الشركات حتى الشركات مكتوبه في اللغه الانجليزيه والهي هل انت دعايه قالوا هذا ما بيلاسمنا هلا كل واحد كل شغله مكتوبه بالانجليزي هلا انت شو مكتوب هون هلا طلعت يعني ثاني خلي لونك لون الإنسان الأكابر عليه صورة فلان جيب لي بجامعة رولاندو وجيب لي بجامعة ميسي جيب لي مدري ليش هو؟ مين هدول؟ من هؤلاء؟ حتى تروج لهم لكن نحن إذا كانوا من الصالحين ما بدنا إذا كانوا من الصالحين نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التصاوير ونهى معروفة هذه الأشياء فكيف بإنسان يضع على صدره صورة امرأة فكيف بفتاة تضع على صدرها صورة شاب على ظهرها هل تصدقون الان تطور الامر انه صاروا حتى شباب المسلمين في هذا البلد ما عم بحكي لا عن اليهود ولا عن النصارى بده يحط وشم هون وشم هون وشم هون هلا شو بيقول لك استاذ هذا بيروح وبيجي يعني مو وشم حقيقي هذا اسمه وشم ما دام تطور العلم والصورة عم تروح وتجي ونحط غيرها صار اسمه وشم لك هذا تبرج لك هذا في معناته أنه بالداتا تبع مخ الإنسان في غلط لما افتقدنا قول الله تعالى في سلوكنا ولباس التقوى ذلك خير لما تركنا لباس التقوى صرنا نلهث وراء هذه الدنيا بما فيها من مغريات بما فيها من ملهيات وكل ماله الامر عم يدنا وكل مالنا في انحدار وكل مالنا في سقوط وكل مالنا في انحلال ما مر عاشوا الناس 30 40 سنه بالحقبة الماضيه ما يعرفون اكثر واحد بيقول لك هذا الكمر عريض والكمر الضيق والايش يعني ويحط ال بسموه الشاط العريض ما يعرف اكثر من هيك الان ما ادري هل يمكن تطلع ظاهره جديده انه الواحد يكون مقاس القدم تبعه 43 انه يلبس 39 هيك ظاهره انه يمكن يطلع اصابعه من قدام يتمزق البوط صدقوني هلا مو عم تضحكوا هلا نحن من خمس ست سنين نصدق انه واحد انه يلبس بنطلون مفخوت؟ ما من الظواهر اللي عم نشوفها قصة الشعر هلا كل ما كان الواحد هيك شعراته منكوشين وهيك لقدام وكانه طالع من, من من يعني نازل الان هلا طالع يعني يا من من مباراة فيها شيء من العراق أو كل ما كان المستوى أعلى هي شغلة أن الواحد يكون موزب ومصفوفين شعراته الآن الحياة لحتى عند الفتيات البنت اللي شعرها طويل ومنكوش ومنفكوش وهيك وسالت هذا الموضة لك هذا خلاف فطرة الإنسان مالهم عرفانين انه يعني هذا يدل على تخبط في حياه الانسان من الداخل ما في احلى من الرتابه ما في احلى من الزينه اللي هي من فطره الانسان اما ان نصل الى هذه المواصيل اوصي الاباء قبل ان اختم لانه عندنا برنامج هلا اوصي الاباء قبل ان يبداوا باي شيء في تربيه اولادهم بعد ان تطلب من الله عز وجل الدعاء لهم قاعده من القواعد هي اللباس الأم التي تتهاون في لباس ابنتها وهي في الصغر تجني ثمارها في, في الكبر الابن هذا لبسه شلون ما كان وكذا واخر شيء ما عاد يلبس غير على كيفه خذ وباطبة هلا كثير من الاخوان الكرام له وين قميصك الداخلي؟ ليش الداخلي؟ لا سيدي افتح واعمل هيك بقى انت خلص لك الداخلي اول شيء ستره الداخلي يمنع عنك حراره الشمس يمنعك من التعرق يعني يجعلك اكثر حشمه هلا اولادنا ما بدهم داخلي لا عاد سيطرنا لا بالداخلي ولا بالخارجي المكيف قطعتين داخلي وخارجي بتشتغل هي بلا هي تلبس على كيفه وتشتري على كيفه والتجار يعني يستغلون طيش هذه الأمة عم يعني يبيعون اللي بتدخلوا للداتا تبع القماش ماش كله ما من الكب مئة متر أحمر ومئة متر أخضر ومئة وميت... له هيك بيجيبوا الصدار، دار آه. شيء بيكون سراويل بيساوي قمصان صحيح ما بفهم بالكار بس عندي من الخبرة لك يا ابني هذا لا يصلح لا بده إياه جيبه وحطه أول يوم بالغسالة بدك تجيب باربي لتلبسه إياها هذا القميص اللي كان لابسه ليه؟ خلص صار علكي أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحشمة أولادنا الحشمة صهون بدك تضل ده يطلع على لسانك شعر انت وامهم توصيهم بالحق وتوصيهم بالصبر وتوصيهم بالحشمه وتوصيهم بالادب شو خلو ما عاد خلو شيء كان كم ونص كم شو هلا؟ سليب شو اين الفتاة صارت تلبس لباس يظهر شيء من من بطنها ومن ظهرها وتمشي في الشارع هي هي خرجت تكون ام هي بالله عليكم بيطلع بيدها هي بيطلع بيدها تصير ام تطبخ وتنفخ وتتخانق مع جوزها وتصبر على تربيه هي هي بيطلع بايدها هي اللي عم تلحقها هي لك العفيفة الطاهرة الزكية التقية البكاءة الحافظة الورعة ما عم تحسن على زوجها وعلى اولادها من مشاكل الدنيا هي عنوان المحاضرة التبرج عند الذكور مو عند الرجال الرجال ما ب... قال له هذا ما بي... ما بناسبني. الله يجزيك الخير جابوا لي قطعه ما بتناسبنا و اعطيها لفلان ما لها شغل عندي طول عمرنا بنعرف القميص فضفاض صار القميص ما ما بفوت فيه فخذ رجل ضيقوه ليش؟ شوي ثاني اول شيء بي بي بيضبوا الخصر بعدين بيعطوك بالطول ما بعرف اخر شيء شو بده يعني شو بده يساوي بعقل الإنسان، ما ادري ومشينا مثل ما بدهم بلكم بلكم مضرب ومضرب لانه عقلك مخرب ما في شيء يحجزنا الكلام له تتمه وفي القلب حرقه لازم اذا شفت على اخوك له تعال الله يرضى عليك هذا يعني تصوروا ولا الجرابات اللي بيجي واحد كنا والله موديل هدول علموا على كلامي يقولوا الشيخ الملا حكى سجل يا تاريخ حتشوفوها تجي واحد لابس كزلوك بلوره ايه بلوره لا موديل تجي النساء بتساوي شفاها الفوقانيه بدون التحتانيه موديل عالم عجيب عالم اذا عم تشوفوا الان العجائب في الدمار هناك عجائب في كل شيء في كل شيء اللي كان يصير بالكرفنالات في العالم من عشر سنين انه هذا الشيء يعني شو هذا هذا بسموه عامل حفله تنكريه عم يصير واقع عم ينقلوا التنكر فيصبح واقعا سأل الله عز وجل ولكم السلامه